لم يمضي وقت طويل على تسلم السيد مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، بل إن الوقت منذ اكتمال كابينته الوزارية وملء الوزارات الشاغرة أقل من ذلك، لكن ما أعلنه وبدأ بتنفيذه على الفور كشف للعراقيين أن الرجل بدأ بمواجهة تحديات ليست باليسيرة عبر خطوات تتسم بالثقة والحزم. الكاظمي أصدر قرارات كان الكثير من العراقيين بانتظارها، ونقصد هنا ما يتعلق بازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء التي أثارت لغطا كثيرا حولها، على الرغم من التصعيد الذي بدأه المنتفعون من رفحاء من خلال تظاهرات هددت كل من يقترب مما يعتبرونه حقا مكتسبا ومشروعا. هذا الملف الشائك الذي تجنب الذين سبقوا الكاظمي الخوض فيه والاقتراب منه اقتحمه رئيس الوزراء عبر قرارات أعادت الحق إلى نصابه لما تحمله من بوادر عن إعادة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وفق مبادئ الحقوق والواجبات. تضمنت القرارات الجديدة أوامر بإيقاف ازدواج الرواتب وتنظيم مستحقات محتجزي رفحاء لتقتصر على شخص واحد فقط لا يتجاوز راتبه 1,000,000 دينار، مشترطا بذلك أن يكون الراتب لمن يكون داخل العراق وربا لأسرة، وأن لا يكون لديه أي راتب آخر من الدولة، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ المادة المتعلقة بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر. القرارات الجديدة ولدت الارتياح لدى شرائح واسعة من العراقيين الذين وجدوا في قرارات الكاظمي ترجمة فعلية لما وعد به، ونقلا للأقوال إلى أرض الواقع وتطبيقا لبنود الدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن مساهمتها في إيقاف هدر لأموال طائلة أنهكت موازنة الدولة منذ سنوات. وأثبتت أن رئيس الوزراء جاد في تنفيذ خطوات الإصلاح الضرورية لبناء البلد ونهوضه.